نتشرف اليوم جميعا تحت الرضا والعطف السامي بإحياء زيارة صلة الرحيم لوفد أقاليم الصحراء المباركة صدق التلاحم الوطني تحت القيادة العلوية المجيدة لمولانا أمير المؤمنين محامي حمى الملة والدين البلاد والضام لوحدتها وأمنها واستقرارها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال في عمره.
أجواء لولاد المنطقة دائما عاشوا، لأن فتحوا عينهم في هذه الزيارات ديال صلة رحيم اللي منذ خمسينات ومنذ جدي سيدي محمد البركة دائما كان على تواصل مع الشرفاء والقبائل الصحراوية. فاللي خلق في هذه الأجواء طبعا راه فرحان وسعيد، لأن تواجد ديالو تواجد ديال واحد زيارة روحانية، زيارة دينية، وكذلك هي زيارة سياسية، لأن من هنا من هذا القطب الأقطب ديال التصوف فكتكون دائما هذه الزيارة صادقة وفيها بيعة لأمير المؤمنين. فهم هذا المقام اللي هو قطب الشاذلية في العالم الإسلامي، كلنا مجتمعين وكلنا كان دعي وكان دعاء لأمير المؤمنين، دعاء لأحباب ديالنا ووجودهم في أقاليم الصحراوية، وإن شاء الله خير على المغرب كله، وكذلك نداء قوي من جبل العالم إلى العالم وإلى نورسو وإلى الأمم المتحدة باش إخوان ديالنا اللي معتقلين في تندوف باش يوقع إن شاء الله فرج قريب، وكنعتبروا بأنه هما عايشين واحد أجواء غير معقولة، عار على العالم يخلي ولاد عمنا ويخليوا إخواننا اللي في الصحراء في هاد الظروف عايشين في أحباس، كنعتبروا ما عندهمش الحرية باش يتحركوا باش يجيوا لبلادهم باش يشوفوا عائلتهم. فهاد نداء موجود قوي غيكون دائم حتى إن شاء الله بإذن الله ولاد عمنا ولاد الأقاليم الصحراوية يدخلوا الوطن ديالهم معنا ومع الأحباب. شكرا جزيلا. شكرا. أنا نقالي سيدي العروسي من قبيلة الشرفاء العروسيين، ونحن تربطنا علاقة بهذا الولي الصالح اللي هو عبد السلام بن مشيشة في الشمال. وعلى كل حال نحن زيارتنا له هي صلة رحيم، وهي إحياء لصلة الرحيم والعلاقات الطيبة اللي بين الأسر، ونوصل الجنوب بالشمال، وهذه العلاقة هي قديمة، لأن الانتماء عندنا ثلاثة دعائم نحن أساسية هي دائما مركزين عليها، وهي الإسلام والوطن والنسب. هذه أثلاث دعائم أساسية لا بد ما يمكننا أن نتركهم بأي وجه، هو الإسلام والوطن والنسب. الاستقبال ديالنا جيد جدا. احنا أول ما حطينا رجلينا كنا في الصخالات، وكان الاستقبال من أعلى مستوى، وانتقلنا إلى طنجة وكان أروع من ذاك، أروع استقبال اللي هي لقاونا الإخوة بحفاوة كبيرة، وكنا وصلنا الرحيم بيناتنا وتبادلنا الزيارات وتبادلنا شعاراتنا، وارتحنا لزيارة إخواننا في الشمال. واليوم احنا نتواجد بقرب الضريح ان شاء الله، والدعاء ويعود الخير الحمد لله يعم وتتم الزياره ونرجع عند الله. الله يجعل بلدنا بلد امن مطمئن الى قيام الساعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سريت من حرمي ليلا الى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى الى ان نلت منزله من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. المشاركة الشعرية الشاعرية بهذه الأبيات المديحية كانت تجلي النوم والنام. يتكلم عن الأستاذ هيدا الصحراء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. تكونك في الخير وإن شاء الله الخير للجميع، والتواجد ديال الإخوان كلهم اللي جاوا من قبائل الصحراوية اللي جاوا أعطونا الثقة، ومد هذا شرف لي وسأقوم به إن شاء الله لكم وللشرفاء العالميين كلهم. الله يحفظكم، الله يخليكم ديما في هذه الدار، وهذه الدار هذه تكون ديما عمرة بكم إن شاء الله وبالشرفاء والأتباع المشيشة الشريفة. وشكرا. الله ان شاء الله اشرف الوطن الشريف. احنا ندعو المسلمين جميعا، ندعو بقلب خالص بنية صادقة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.